بيكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامج نفسنا. برنامج نفسنا يا كايدهم، برنامج نفسنا يا واجعهم، يا كايدهم يا الاغنيه ايه؟ علقتي. والنبي لنكدهم ونكدهم وندلع بعض ونفرسهم. انت اخترعتيها دي؟ لا انا اعرف كده العزية، لان من يومي ايوه انت تسكتي. ده انا بستعين بالتراث بتاع الاذاعه اقول يمكن دي برضه تسعفني. مدام عايده الشهر. لا لا. برنامج نفسنا برنامج النساء الاول في مصر والوطن العربي و كوكب الارض كله. وبما ان هو برنامج النساء الاول، مؤكد بيقدر النساء ويكلم النساء، والنساء متمسكه بيه وجمهوره كله من النساء. النساء النهارده بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام، كل سنه وكل ام بخير. والحلقه دي مخصوص بتتكلم على الامهات لما يبدعوا. يبدعوا بقى ويفكروا في الخطة الذرية للطائرة المعدية، لو ما نزلتش على هيروشيما كان ازاي مصير الحرب العالمية الثانية اتغير سنة 44 وهي داخلة على 45. الأم لما بتبدع، ماما لما تبدع كده وابقى أنا قاعدة مثلا في البيت قلبة الدولاب والأوضة على مثلا بلوزة وفرتكت الدنيا من سبت الغسيل لدولاب الغسيل للغسالة للمنشر للأوضة للدولاب لورا الدولاب لتحت الدولاب لفوق الدولاب، واروح لها ماما ماما البلوزة الفلانية ماما انا مش لاقياها وبقالي اسبوع بدور عليها ومش لاقياها، تقولي دورتي في الدولاب؟ اقول لها اه. دورتي في مش عارف اه. دورتي اه. طب يا هادي بقى لما اقوم اجيبها لك عامل فيك ايه ساعتها؟ صح الكلمة دي. اقول لها على فكرة بقى لو قمتي ودورتي عليها مش هتلاقيها، البلوزه دي ضاعت، يا اما بقى اتسرقت عند المكواجي يا اما وقعت من على حبل غسيل، بس هي مش موجوده. بس غلطتها برضو. غلطه مين؟ غلطه الام طبعا. ممكن دي اللي وقعتها من حبل غسيل مثلا، او ما خدتش بالها اتسرقت وما خدتش بالها جت من عند المكواجي ناقصه حاجه. ما جاتش اساسا على المكواجي. فيا ماما لو سمحتي هي ما بتفرش المكوى. لا عندها مشكله. فتقولي طب يا هادي ماشي يا هادي اوكي، يعني هي مش موجوده البلوزه دي. قولي على طول انك ضيعتيها وما تفرشيش. طب يا هادي لو قمت وجبتها لك ولا هتجيبيها ولا حاجه وبلاش فردة الصدر دي. اتفضلي بقى معايا على الاوضه. مش لا روحي لوحدك. مش بتقولي ان انت هو سحر يعني؟ روحي لو لقيتيها هاتيها ولا ايه؟ اتفضلي معايا. يا ستي روحي انت هاتيها هتتكعبلي في كل الهدوم جوه. ماما على الاوضه ماشي، تفتح الدولاب ومن غير ما تبص تحسي انها شغلت جوجل مابس في البيت. تروح عامله كده ومطلعه هي هيدي. قول ايه دي وريني كده يمكن مش هي. مش هي دي؟ لا ومفيش غيرها احمد بنقط. مش هي دي اللي انت بتقولي؟ هي من عندي وانا صغيره. انا حبيبتي هي دي. بس هي كانت فين؟ عيناتي. هي فين؟ انت اصلا مسطوله. ما انا فكيت الدولاب. انت ضايعه. انت ضايعه وصايعه ووقعت خالص اساسا. انا دخلت ايدي 100 مره. هي دي انت ما بتشوفيش. حبيبتي اعترفي انك ما بتشوفيش. طب انت بطلتي تفرشي الهدوم في اماكن اوعى. لا حبيبتي ده انا اديت ايدي كده جبتها. مين قال لك تروقي دولابي؟ انا ما روقتش دولابك اصلا. انت انسانه مكركبه اساسا. انا ما حطيتهاش هنا. ما هو انت لو انسانه منظمه بتحطي حاجتك في دولابك بما يرضي الله. وانت لو تبطلي تقعدي مبرد في دولابي مبرد. انت هتكلمي امك كده؟ هزعك. يقوم داخل الارض. يقوم داخل. يقوم داخل الارض ويطلع الام ويقوم يتبري من هيدي على طول. ماليش دعوه. بس حقيقي بجد انا ماما طول الوقت بتعمل معايا كده. اهم فقره فقره الهدوم الداخليه. بتلبسي فانيلا كات وفانيلا بنص كم وفانيلا بكم. خلاص؟ وشويه هتحط لك جرايد في صدرك، ده اللي ناقص يعني. الهدوم الداخليه حضرتك بتلبسي لا مؤاخذه وشورت وحاجه من تحت كمان زي الاسترتش كده عشان السقع. كلسون. كلسون. الكلاسين كلها يعني من البنات لحد بابا في البيت عشان الدفء. لازم الجزمه تيجي كبيره شويه ما انت هتكبري. يا ماما همشي الق فيها. ده انا بمشي جوه الجزمه الاول. ماما ازاي يعني هلعب زي افتحت من رجلي؟ مش بتكبري البنات كباره بتكبري بسرعه وبعدين علشان تمسحي. طب لما تلقي كده اعمل فيها ايه يا ماما؟ احشيها. لا انت ان شاء الله الشراب هيبقى تخين فهتخش. ماما لقت مني النهارده في المدرسه. هجيب لك فرش. ماما الفرش هينفع؟ هينفع. يعني مش هتلق؟ مش هتلق. خلاص خلاص ماشي يا ماما. قيسي البيجامه دي كده.
ماما واسعة وكتافها واقعة. طب البسي الجلابية دي وما تناميش بالجلابية إلا لما يكون تحتها بنطلون عشان اخواتك الصبيان وما بعدين. البسي الجلابية فوق البيجامة هتلاقيها ظبطت. بس يا ماما أنا بغطى بطانية وتحتيها بطانية. طب البسي ولما بلبس الكستور وتحتيه كلسون بتحر جامد قوي، بقوم من النوم عرقانة ورقبتي كلها مية. ما أنت لما بتبردي بتعملي بيبي على روحك بالليل. طب معلش عشان الدنيا خلاص ما بقتش الساعة زي الأول باشي الكلسون. كفايه الشورت اللي انت قلتي لي البسي لا عشان اللي. لما تقومي تلبسي لبس المدرسه ها تبقي متدفيه كده وتنزلي على طول. من ابداعات الامهات الفظيعه مفيش حاجه بتترمي خالص. يعني الفاكهه ريحتها بتطلع برضو، يعني ممكن الجوافه لا دي حته نص الحطبه نص الثمره كويسه بس حضرمها في الخلاط باللبن واعملها عصير جوافه. عصاير بقول لك الجيران شموا ريحتها قالوا قتيل في البيت ريحه الجوافه مش كلها معطنه بصي نصها بس. طب والطماطم لما تتعمل تقول لك صلصه؟ لا لا هقص الحته الوحشه واسيحها كده على النار اعملها صلصه برضو حتى الطماطم. طب ويبقى عندك شويه جبنه رومي ولا جبنه مش عارف ايه حبيهم في برطمان المش؟ لا حطيهم في برطمان المش او يحطوهم على زيها وتقول لك سيبيه. لو احنا لسه هنكلف نفسنا ونعمل بيتزا مصاريف برطمان المش. بحب قوي احوش الاكياس معرفش ليه بخاف ارميها. يمكن احتاجها اقطع حد مثلا واحطه فيها مش عارفه، بس المهم ان انا مرميش حاجه وخصوصا الاكياس. برضو الامهات وابداعاتهم. ساعات الواحد يصحى 7 الصبح كده والنص كده ينزل عيال المدارس او يعمل اي حاجه او يصحى وبعدين يقول ايه على 11 12 يبقى عايز يقيل، او ساعه الدور كده بعد الغدا يبقى عايز تقيله كده. ماما اقعد خلينا انام شويه. وماله؟ الله بقى السرير بقى بتاع الساعه 12 ده خصوصا تبقى صاحي بدري ومرهق، فالساعه دي فارقه قوي. بس ما عينك تغفل كده وهتقوم حصان هتدي الدنيا، فجأة تسمع صوت المنفضة. افتكرت انها ما نفضتش المخدة بتاعة اوضة النوم يعني المخدة مالهاش أي لازمة أساسا، ممكن تستنى للسنة الجاية ممكن تترمي في المنور. ترك 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 أو الهون يا انتصار الهون. الهون قررت تعمل ملوخية أو كفتة. معقولة في الساعة اللي نايم فيها؟ لا مش مشكلة. يعني عندك 14 ساعة تشتغلي فيهم وتنامي 10. أنت بتنام كتير. أنت طول النهار نايم. ما صحيتش وبعدين أنت صحيت؟ لا أنا ما صحيتش. يعني مش بتشيل البرطمانات، ما بل البرطمان لوحده والغطيان لوحدها. طب هتشيل البرطمان اعمليه بغطاه وحطيه على جنب عشان حتى نجيبه نستعمله. لا فجأة تلاقي حبة غطيان مرمية كده وحبة برطمانات مرمية كده، طب ما تحطي الغطا مع البرطمان. وأنت هتعدلي عليا؟ طب خلاص شوفي انت هتعملي ايه. اجي تاني يوم الاقي برضه الغطيان لوحدها والبرطمانات لوحدها. عارفه تخيلي عندك هدوم مش نظيفه وانت نايمه لازم الدولاب يتفتح. عندك هدوم مش هناك عندك هدوم مش نظيفه. لا كله هناك. طب تعالوا يا جماعه نطلع نشوف الخطيب بيعمل لنا ايه في الشارع وما تزعلوش مننا ابدا 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 يا امهاتنا العزيزات، احنا بنهزر معاكم والحاجات دي كلها على قلبنا زي العسل. تعالوا نشوف الخطيب. وامتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عودك ده فيه اتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات. قولي لي ايه الحاجه اللي ممكن بتعملها ما بتحبهاش؟ كفايه ايميل الفيس اللي هي عامله ده. ايميل اللي عامله اسمه ايه؟ كاتباه انا كوكي. انا كوكي؟ هي كوكي؟ انا امي عاملاها وكيل ربنا سبحان الله. اكون مثلا داخله انام وجايه تعبانه والاقيها بقى خلاص بقى احنا الشقه دلوقتي احنا ازاي قلبين يعني ازاي الشقه منظرها كده؟ احنا عارفين انا ما خلفتش بنات، ايه القرف ده؟ وبكره يقولي اسراء المقسده. فكره ان احنا ننزل نجيب لبس مع بعض دي بتعقدني في حياتي. ليه؟ امك اختياراتها مالها؟ ده مش ذوقي انا ما عرفتش اربي. انت بتنزلي تنقي بدل الرقص ولا ايه؟ عملت اول مره بيتزا ويا ريتها ما عملتها. لا انت بتعملي كده والله. كبرت وتخنت وعملت حاجات غريبه ومره عملت فتس. زودت البيكنج باودر صح؟ زودت الخميره في البتاع. انا كنت نفسي اكل حاجه حلوه قالت لي بصي اديها واحده بس هدخل اعمل لك كنافه زي العسل.
قلت لها ماشي. دخلت عارف الكيكه المكبسه في بعض دي الجميله دي؟ دي احلى منها بقى، دي احلى من الكنافه اللي كانت عملتها. كانت كده مزلطه كده وجوسي ولا كانت اعفن من اللي انت عملته؟ اعفن من اللي انا عملته. ها اكتر من كده بكتير. خلاص ماما جايبه وصفه من على النت. على بال في الشقه ماما جايبه وصفه من على النت. الحق يابا. وابوكي جاهز بقى الاسبوسيد والانتنان جاهز نفسنا كلها، ادويه المعده دي كلها جاهزه بالظبط. تعال مثلا فراخ كنتاكي وتقولنا شبهها وكده. لا حول ولا قوه الا بالله، ما بناكلش بنطلب دليفري. هي عملت لي قبل كده سينابون. بص حضرتك كان محجر ومش عارف حجر ايه لك سينابون، هي حاسه ان هي عامله واو يعني، مولاي اقسم بالله ما طعمه كده في المحل. هي مصممه ان هو طعمه كده. طب انت دي يا حاجه دي بدانا نقول لها ان احنا ما بنحبش الحلويات. خلاص بقى خلاص. لا انا عايزه حاجه حرشه. مين قالك ان انا عايزه اكل حاجه حلوه؟ البيتزا. ليه؟ البيتزا. هي في زي بيتزا امك؟ في زي حضرتك شفتها؟ بتحط الفلفل الرومي زي ما هو زي البتنجانيه كده. مره عملت شاورما سوري، فاتت شاورما سوري في البيت يعني ابو عمار. تلاقي يا عمي هو العيش اتحرق منها الصراحه يعني. العيش اتحرق السوري. ولو غسلت بقى يوم الغسيل ده بقى بيبقى يوم النكد العالمي. انتوا ما عندكوش فول اوتوماتيك؟ لا عندنا والله، بس هي برده مش بتقتنع يعني. يا ماما ما في فول اوتوماتيك بقى، انا هنعصر في فول اوتوماتيك عصر. تقف انت واختك كده في اخر الصاله وتعصروا للملايات. بتلبسني اصلا لبس مش حلو. بتلبسك لبس مش حلو؟ ما انت قمر غصب عني. غصب عني تديني حقنه. هتلبسي البلوزه دي ولا هديك الحقنه؟ بتلبسني حاجات مش عايزاها، بتشتري لي حاجات مش عايزاها. ومالك في ايه؟ مكسوفه ليه؟ قولي لها بقى ماما خلاص بطلي ابداع. بطلي ابداع يا ماما يا ريت، يعني كفايه كده انا تعبت بصراحه. ما شفنا كده الخطيب والناس اللي كان بيسالهم وبيكلم معاهم، فمعظم الوصفات اللي الامهات بتاخدها من على النت في موضوع الكيكه والتورت والحاجات دي طبعا بتبقى فاكسه جدا يعني، بتبقى حاجات لا ولازم تاكلي يعني هتاكلي ولازم تقولي الله، وهي يعني كمان لازم تاكلها يعني وجع بطني ولا رمي طبيخي ولا الطبيخ ولا تحرج نفسها قدام المجموعه. لا ودايما فاتحه قناه الطبخ وقاعده ماسكه ورقه وقلم وتركيز غير عادي بالثمان ساعات، وبعدين فجاه تلاقي في كارثه في المطبخ. تعالوا نشوف سؤال الجمهور ونرجع لك. ايه اكتر حاجه وحشه بتعمليها اولادك وما بيحبوهاش؟ هو اصعب حاجه بعملها لما اكون بجد عندي ضيف او انا بلبس وخارجه واطلب منهم حاجه وانا مصممه ان في منها وهم يقولوا لي ما فيش، فما بصدقش ازاي انا ما عنديش. دي اللي بتضايقهم، وابتدوا بقى يمسكوا مصاحف والمصحف ده ما فيش. شفناه عامل فيك ايه؟ ما شفناه. حرام عليكي بقى، هاتي طقم الدهب اللي جوه، دهب اصفر او احمر، اي طقم ده بقى. تقولي هنفتح خزن. لا وكان عندنا حد بعد ما الحد ده نزلت لي هي وصلت بيكي للذهب. يعني انت كمان يعني ازاي؟ طب البطشيخ اي طعم من جوه، عارفه الجو ده اي طعم من جوه. قالت لي لا خلاص راح كله، انت ضيعتي كله يا ماما. كله من القمار يا ماما. ماما بتحب تلعب بريدج. لا اكتر حاجه بعملها كنت ابني ما بيحبهاش ان انا اذاكر له. لا بس في المذاكره بتبقى فيه غيره شويه، انا عايزه ابنها يبقى شطور وخايفه عليه. وخايفه عليه طبعا يعني، هنعدي بقى حته المذاكره دي. حضرتك ما حدش مر بيكوا معاكوا بقصه الخزين بتاع الخضار؟ انا ده موسم الطماطم. لا كنت بروح الوكاله اجيب السبيته والشويله والجو ده الطماطم عشان في الموسم بتاع خزين اهم حاجه عندي، والباميه في الموسم بتاعها. طب بصي بتاع. ناجل بقى الكلام في الخضار والوكاله، التوبيك الجاي هنطلع فاصل ونرجع نكون رحت الوكاله. فهي تبدع في التشيز كيك، فالتشيز كيك تطلع شكل التشيز كيك، بس هي ولا تشيز ولا كيك، هي حاجه ثالثه خالص. انا بقعد على الفيس ل 12 ثاني يوم الضهر. تقول لي ماما ما ربيتكيش، اجي اشد الفيشه. في المدرسه قالوا لي يا بودين. يا ودنه. يا ودنه من كتر ما ايه بتطرقع ايه بشارع الطرقيق. من الحاجات برضو اللي الامهات بتتالق فيها وتبدع، لما طبعا كل ام بتبقى خايفه على بيتها وخايفه على مصروف البيت وخايفه لما عندها اولاد صغيرين وعايزين ياكلوا مثلا دليفري، نفسهم ياكلوا دليفري، فهي اولا شايفه ان الدليفري ده مش صحي طبعا، فطبعا لازم تكرههم فيه
وانه طعمه وحش وانه كله بلاستيك وحاجات صناعيه ومواد حافظه وقرف، وانه لما بينشف ما بنعرفش نسخنه تاني لو يبقى حجر كده. طبعا لان كله حاجات صناعيه ومش، فانا يا حبيبتي هعمل لك همبرجر، او انا هعمل لك بيتزا، او انا هعمل لك التشيز كيك اللي انت بتحبيها. فهي تبدع في التشيز كيك، فالتشيز كيك تطلع شكل التشيز كيك، بس هي ولا تشيز ولا كيك، هي حاجه ثالثه خالص مش علاقه. هي فيك، هي فيك كيك خالص. لا وساعات تقرر تعمل بيتزا او بيتزا بسيطه، اهي موضوع بسيط. ليه عجينه البيتزا ما بتبقاش عجينه بيتزا حبيبتي؟ طب روحي يا ماما اشتري العجينه، العجينه بتبقى جاهزه، عجينه ريش الكيلو. لا ليه؟ ايوه لا ابدا، اللعب كله في العجين بقى، ممكن يبقى بايظ ولا حد مش غسل ايده، والدقيق بقى يبقى دقيق مش كويس، ودقيق اي كلام مش غسل ايده مش نظيف. فانا اعمل العجينه، عجن العجينه، فتبقى العجينه قد كده ما فيش تنفش من اللي زي كيكه، وبعدين بتحطي حاجات ما لهاش علاقه ببعض، مش ماشيه مع بعض، كل باقي الخضار اللي عندك في البيت غريبه، والجبنه القديمه العجينه بتبوظ عشان ما تبوظش نحطها على البيتزا برده لا وكنتاكي عامله، انا هعمل كنتاكي. اه ولا كنتاكي؟ هتعملي كنتاكي ازاي؟ ايوه ايه يعني دقيق بيض بتتربي كده، كورن فليكس مع دقيق مع بيض مع لبن مع يعني في خلطات، هي خطوات تطلع فراخ مقرمشه. اه جميله تحفه، ما تتاكلش، وتلاقي بقى الجلد فصل عن الفراخ، وبعدين شربت زيت كتير قوي، وبقى طعمها مسكر على الملح، وما يمنعش ناكلها بايته. احنا في البيت بنطبق الشربات بطريقه كده مش كل الناس بتطبق بيها الشربات، فتعلمت من ماما تطبيقه معينه للشربات لطيفه وسهله. كل التفاصيل بتاعت الحياه بقى اليوميه بتاعت ست البيت اتعلمتها من ماما طبعا بنسبه كبيره. يعني احنا طبعا كده قطعنا في الامهات وناسين ان احنا بنعمل ده لان احنا تورثناه منهم. احنا المفروض كنا جبنا عيالنا يقعدوا هنا يقدموا بجد، هم يقولوا معاناتهم مننا، لان احنا ورثنا من امهاتنا بس بنعمل الافظع معاهم. لا واحنا عندنا كلنا تكه جنان برضو طبعا، يعني كل الحقيقه اللي على الترابيزه دول مش سويين قوي يعني كأمهات. مش سويين خالص، مش يعني انا كنت بجود يعني، انا اخدت منها حاجات بس كنت بجود بقى عليها بعلي، اللي هو مثلا قاعده على النت اقوم شايله فيش تنت. ليه بقى؟ ليه يا ماما؟ لا الساعة 12 هيقولوا عليا ايه مربت كيش قاعدة على الفيس للساعة 12. دلوقتي انا بقعد على الفيس ل 12 تاني يوم الظهر. تقول لي ماما ما ربتكيش؟ اجي اشد الفيشة. نطلع بقى علشان نشوف مخرج الرياليتي عامل لنا ايه ونرجع. ماما دايما عندها مشكله في الاكل، انها بتزود الملح بزياده وما بتكونش عارفه ده خالص. اداه ماما المفضله في الضرب الشباشب، بيفضل ماشي وراك لحد ما يوصل لهدفه على طول. في البيت في شباشب طايره طبعا زي اي بيت مصري، علبه الايس كريم دايما بتتحول لعلبه مخلل، وعلبه البسكوت دايما بتتحول لعلبه خياطه كده. ممكن تبقي بتطلعيه احسن اكل وطعمه تحفه، بس هو اكل بره انا بحبه اكتر. عمري ما عملت لماما خالص بلوك على السوشيال ميديا، فظيعه في طريقه الصحيان يعني، دايما بتخش تشد الستارة وتشيل الغطاء وتطفي التكييف وتفتح النور. بص يا ماما، انتوا من اول حلقة عمالين تتكلموا على لما الامهات بتبدع، فانا هقول قدام كل الناس بكل صراحة اللي انت بتعمليه في البيت. سابت الزيت على النار ودخلت تعمل حاجة، تلعب في الأوضة بقى ولا مش فاكر، الحكاية دي اتقالت لي يعني. هوبا البيت بيولع، مش بترمي بالشباشب، هي بتشد من الودان بقى، الطرقة كلها بتسحل من وداني. في ناس بيقولوا لي يا ودنه، أنا مش عارف ودنه جات منين الصراحة يعني، بس غالبا من الموقف ده يعني. يجيب المقص وتروح قصة اللبس تفتحه كده تخليه فوطة طويلة حلوة كده، تمسح بيها بقى كل اللي عايزاه. حاجات خياطة بنحطها في العلب، غويشه غوايش. ماما كانت دايما تجيب الدليفري برضو وتاكله هي عادي، تجيبهولي وتقعد جنبي تقعد تاكل 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 تاكل، وانا اكون مثلا ايه باكل في بطاطس الاقي الساندوتش نفسه خلص خالص. لو كان في مسابقه في حرق الاكل مامتي كانت هتاخد دايما ذهب، واقول له بالسبوت مع الرز والمكرونه. ماما دايما دايما بتكون قاعده في المطبخ، والغريب انها دايما بتحرق الاكل. ايا كان بقى، ماما بتنام في المطبخ، ماما بتكون على التليفون وبتنسى الاكل يتحرق، عندها قوه هولك في حته الضربه ورمي شباشب رمي اي حاجه قريبه منها. اتعصبت، قوه هولك جت فجاه، مسكت الشنطه حدفتها في وشي. ماما بتكتنز كل الهدوم، انا اقدر اعملها بلوك دي. نام يا حبيبي نام، واطبخ لك جوز حمام، وحاجه بقى في الاخر كده حوالين الجيران يعني، بس مش فاكر ايه عن الجيران. انت انا متاكد انك عارفه قد ايه انا بحبك، وانا بقول لك قدام كل الناس انا بحبك
لطريقه انت صعبه تتخيليها. شكرا ماما جدا انك الشخص اللي انت عليه دلوقتي بتتعبي كل يوم بتشقي كل يوم عشان تخلينا الاشخاص الكويسين اللي انت دايما نفسك تشوفيهم في المستقبل. فانا بس عايز اقول لك انا بحبك، انا وشايستا وتيتا. انت عارفه قد ايه انا بحبك وقد ايه انت اهم شخص في حياتي، ربنا يخليكي ليا. انا عايزه بس اقول حاجه، ان انا عمري ما اتضربت من ماما ابدا، وموضوع الشباشب ده بيبقى دايما هزار، هي بتحب تهزر معايا كده، بس عمري ما ضربت منها ابدا. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنه وانت طيبه يا بدر. ورجعنا لكم بعد التقرير، وفعلا انا خدت قرار مهم جدا ان انا لازم اسيب القاهره والناس. كل مره تعمل مفاجاه، فدي مش مفاجاه، دي فضيحه. انتصار. بصراحه انا احترمت تربيتك للولد ده. صريح قوي ما شاء الله، محترم، وبعدين ما بيحبش يكذب ولا يجمل الحقائق. صاروخ وكانه كان مستني زرار وينطلق. واضح انه ايه، مخنوق. الاول بدا متوجس بس اطلق ليه العنان. صح، انا خدت بالي. مش المذيع مش ملاحق عليه، هو ما سالوش تقريبا. بتطلب له الدليفري وهي اللي تاكله. لا ما اظنش كده، حرام يعني. انت عارفه ان اصل انا ابني ما يحبش ياكل دليفري ابدا، فانا ساعات نفسي تفني على الدليفري، فاقول له برجر كده، لا اسلقي لي مكرونه احسن، ما اكلش من بره. اقول له طب انا هسلق لك مكرونه وهاكل انا من بره عادي. والولد قال لك وداني بتسحب بيها من الطرقه من اولها لاخرها، لدرجه في المدرسه قالوا لي يا ابو ودين. يا ودنه يا ودنه، من كتر ما ايه في الطرقه، ايه اكشال على الطرقه، ايه ايه صحيني من نوم وديني. بس لا بطلت والله، شدك من ودانك يا دادوس بعد ما تولو وبعد ما تعقد. بقالي سنين بطلت، بتاع 7-8 سنين. صح، محترم محترم قوي. لا دول انا اكتشفت ان عيالنا واطشين قوي وما تمرش فيهم التربيه. طب جمل الحقائق يعني، ما ينفعش. والماما بترمي العلب. لا طب اقول لك على حاجه، انا اكتشفت ان العيال محروقين مننا حرقه. هو احنا مقصرين معاهم في حاجه؟ لا. العيال عاملين فينا كده ليه؟ لا عشان احنا مجانين. جبت سلمى دي بس برضه يعني لما يتسجل معاهم في برنامج، وعارفين برنامج ده هيتذاع، ومامات مذيعات، والمنظر العام. ماما فنانه بتطلع في الجرايد، منظر احنا اتفضحنا. علب ايه يا حبيبي؟ ومكرونه ايه بتتحرق؟ ماما واقفه في المطبخ جنبها بتتكلم في التليفون. ايه الكلام ده؟ حته التنفيذ ده، انت لو امك موظفه في الشغل العقاري هتقول عليها كده، مش ممثله. لا خدي بالك يا انتصار، هم بيتعاملوا معانا مش على اننا ممثلات، احنا في الاخر بالنسبه لهم امهاتهم فول ستوب. فهو بيتكلم عنك، هو الاعتبارات دي مش في دماغه، هو بيتكلم عن امه اللي عايشه معاه كل يوم في البيت. لا بس صح، العيال برضه المفروض يداروا علينا. لا بس احنا برضه بنعمل كل ده، وقلعن على فكره هم ما قالوش كل حاجه، يعني في حاجات انا عارفه ان هم ممكن يقولوها. طب اقول لكم على حاجه، انا كنت شايفه ان بنتك يا بدريه احرص في الكلام، البنات برضه قواريب من ولادهم، ولادنا اصغر سنا. لا الولد ممكن يقول دي مدمزل ما شاء الله، انما البنت برضه فاهمه تقول ايه شويه. لا لا دي خايفه لا اسحب منها الفيزا. قولي لما اروح لها دي كده وخايفه. كمان نطلع نشوف علاء ونرجع. لا مقهوره انا من اللي حصل. تصدقي موضوع حلقتنا النهارده بنقول ماما لما بتبدع. انت شايفه مثلا ايه الحاجات اللي بتحس فيها تقول لها الله يا ماما بتريقه بقى، اللي هو تي الاكل واللبس. الاكل مثلا بتعمل لك اكلات بقى اللي هي بتشوفها في التلفزيون. أيوة، شيف شربيني والحاجات دي. بتيجي مثلا تقولي انا هعمل لك بيتزا بقى ومتاكليش وكده، مستني لغايه البيتزا. فانت تجوعي نفسك بقى. أيوة. انا رايح اكل من ماما اكله رهيبه. بالظبط، تيجي بقى تعمل البيتزا ويا لهوي تلاقي شكل بقى. ايوه اصلا شكلها مش بقى كده خالص. خالص. أيوة. متعوده على السلايزات بتاعت البيتزا، تلاقي فجاه في مكرونه بشاميل. ايوه والطعم وتبقى تخينه كده. ما هي اصلا بتجيب الحاجات بقى من الفرن بتعملها بقى ايه بشكلها. أيوة هي هي بتاخد الوصفات بس ما بتاخدش السنس بتاع الطبخه، وتقعد تقولي ده احلى ده احلى من بره. تقولي تحفه يا ماما تحفه، بتعيطي من جنب. طب بالنسبه لللبس بقى، هلبسك يعني تيجي بقى تلبسني فتحسي ان انت شعبان عبد الرحيم في نفسك. ايوه بالظبط. وبتلبسي بقى في الاخر ولا لا؟
بتعرفي تقنعيها تقول لها لا يا ماما؟ بقول لها لا يا ماما مش هلبسه. بصريحه انت يعني. او مثلا اقول لها قصير عليا. بتطلعي لها اي ديفو. أيوة في الموضوع. هتقول لك انتوا ليكوا ستايل امشي. ايوه امشي انت وحش. ايام اللبس الجميل. ايوه بالظبط. ده انا ابوكي ده جابني بص. كنت بلف في الشوارع كده يلف ورايا كده ولا لا صح؟ تعالي نشوف مثلا فكره النوم بقى، فتقولي لها ماما انا هنام. تقول لي نامي وتغطيني. يا حبيبتي وتصبحي على خير وتحط اللحاف عليكي. الاقيها بقى بتشغل المكنسه اللي هو وتمسح وتايد النور بقى وتتكلم صاحبتها جنبي اللي هو ايه ده اللي انت فيه. تقول لها ماما انت قلتي هنام. ايه بلاش انضف بلاش اغسل لكم هدومكم انا بغسل هدوم الجيران. ايه يلا قومي. انت بتحبي ماما؟ تقولي لها ايه في الكاميرا؟ اقول لها شكرا وما تعمليش بيتزتين. يا ريت. بس طبعا ده كتر خيرها ان هي اصلا بتجرب تعمل كل ده فيها. ايوه. وزي ما شفنا كده بعلاء ان كل الامهات من الواضح انها بتتصرف نفس التصرفات، كلهم بيجيبوا العلب بتاعه النسكافيه ويحطوا فيها المخلل، كلهم بيعملوا الاكل ويتحرق ويبوظ منهم، اكيد يعني مش كل الاكل لكن في حاجات بتجلي منه. انا ماما كانت بتعمل حاجه غريبه قوي معلش ممكن اقولها. لا يا حبيبتي قول. وانا رايحه المدرسه كانت بتعمل لي البوكلتين دول وكانت بتفرق لي الفرق من اول هنا لغايه هنا، فايه انا طلعت بفرق كبير جدا في راسي، فلما باجي اتصرح الفرق ما بيبقاش فرق بيبقى فلقه. الفتحه وسعت قوي وطولت وبعدين هي حابه تفتكس بقى فتعمل لي ستايل، فدخلت الحضانه كان شعري حلو وناعم كده راحت جايباه على جرسون، فانا بدل ما اخش بشعر دخلت بقفة. فبرضه ليه يا ماما عملتي فيا كده؟ يعني بعاني من الفلقه لغايه هنا دلوقتي. واحنا بنلوم على ابنك عشان فضحك، ما انت فضحتي امك اهو عيب كده. حاجات بسيطه دي كلها حاجات خفيفه. لا والحاسه السادسه كمان اللي عند الامهات اوعى الكوبايه دي، بصي انا قلت لك انها تتكسر. هتقع من نبرها. بس حبيبتي كل سنه وكلكم طيبين ودعواتكم بقى عوضوني بقى، عوضوني بقى الامهات تدعي لي بقى والنبي. نطلع بقى فاصل ونرجع لفقره الدين. هي مذيعة ممثلة مطربة بتقدم برنامج إذاعي صباحي معروف جدا 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 كل الناس بتتفرج عليه بتسمعه. لا بس أنا تلفزيون فيون 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 مش عاتقة دي برضه مش عاتقة قولي لها دي من غير حديدة إيربيس عشان أنا قاعدة مع حسن فايز مستفزة عمالة ضيفتنا النهارده كوكتيل كده مجموعه حاجات على بعض. هي مذيعه ممثله مطربه بتقدم برنامج اذاعي صباحي معروف جدا 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 كل الناس بتتفرج عليه بتسمعه. صوتها حلو ومميز عليها ضحكه كده تخليك كده مبسوط على الصبح، صوتها فيه بهجه. كنت لسه بقول لها احلى حاجه في مذيع البرنامج الاذاعي الصباحي بالذات انه لازم يبقى صوته فيه بهجه، وهي صوتها فيها في بهجه وضحكتها كلها بهجه. هنقعد معاها ونتعرف عليها اكتر. معانا النهارده زهره رامي. انا زهره رامي وجاي تسأل النهاردة مش أسأل ومش متعودة على ده، متعودة دايما أبقى أنا المذيعة بس ربنا يستر. هو أنا الحقيقة جاي النهاردة مخصوص عشان هدي، هنعرف ليه طبعا تعرفوا ليه كمان شوية في الحلقة، بس مش جاي نفس قوي برضو يعني يا قمر. أنا بخاف من قعدة الستات، يعني أنا لو شفت ستات قاعدة في النادي بخاف أقعد معاهم، حتى يعني حتى على مستوى النادي عادي بخاف منها جدا جدا، بس بحترم الستات يعني مش كده بخاف. ربنا يستر. جاهزة للنفسنا. طبعاً بقى زهرة وجايبة أخواتها معاها. بالظبط كده. زيكوا يا حلوات. ازيك عاملة ايه؟ جميلة. زهرة بقى يعمل يقولوا دي مذيعة، لا بتمثل، لا مزيكا، ايه بقى ايه أحب حاجة لقلبك من التلاتة؟ احب حاجه لقلبي الاذاعه، الميكروفون، الراديو. يعني انا بذيع قصدي راديو وتلفزيون، بس الراديو راديو حاجه تانية خالص. منظومه الراديو وشغلي في الراديو هي اول حاجه واحب حاجه الى قلبي، وهي حتى الاولويه لاي حاجه تانية. بس دايما المذيعات في الراديو او الموديل اللي بتبدا موديل او اللي بتبدا حتى مذيعه في التلفزيون دايما عايزه في الاخر تطلع في السينما، توصل للتلفزيون او للسينما او كده تمثل خالص بقى. والطرق الخلفيه للوصول الى نفس الهدف ممكن تكون ناجحه. بمثل بس بمثل مسرح،
بحب المسرح اكتر. مثلت في حاجات طبعا، بس قصدي انه لا يعني انا بحب الراديو، حتى لما بمثل، لا سوري، لما بذيع في التلفزيون ما ببقاش مبسوطه زي ما انا ببقى مبسوطه في الراديو كده. انا ادوني مايك حطوه كده قدامي وادوني هيدفون وسيبوني انطلق. انت كمان كنت مدرسه؟ ده زمان قوي بقى. كمان؟ ايوه. احكي لنا شويه على السيت كوم بتاع تامر سبشوية. دي كانت تجربه، ليه غلطه التمثيل مش هتكرريتي. مثلتي ده بس؟ مثلت تامر سبشوية، مثلت مسلسل تاني كده برضو كان اسمه نصيبي اسمتك، برضو كانت تجربه لطيفه يعني. بس معرفش يعني، انا عشان بشتغل على طول هوا، وعلشان على طول في فرقه أيامنا الحلوه بشكل دائم، وبعمل بحب اعمل مسرح اكتر، فالتصوير لا بس انت بتحب الميكروفون اكتر. مسرح. بحب المسرح. بتعملي ايه على المسرح؟ بتشقلب كده اهو. بس سيبي المسرح لناسو. ايه ده؟ سيبي التمثيل لناسو. ايوه، وخليكي في الحديده. في يا حبيبتي، طب ما انا مركزه انا. امسكي حديدتك كده. انت قاعده ليه طيب بتضيعي؟ طيب لا بس انا تلفزيون فيون فيو. اوكي فيو. مش عارفه دي برضه، مش عارفه قولي لها من غير حديده ايربيس. ما هو بصي، وهم بيقعدوا يقولوا الممثلين عايزين يبقوا ممثلات، دلوقتي كل الممثلات بيذيعوا. صح. ده بيجيبوا الممثلات المتميزات اللي عندهم قدرات زائده. صح. ويعرفوا يوصلوا للناس من خلال الحوار. بيجيبوا المذيعات اللي عندهم اكثر من موهبه، يقدروا برضو يظبطوا الدنيا. لا لا، بينطوا على الشغلانه ويقعدوا بعد كده. كلهم فشلوا، كلهم فشلوا. ماشي. طب انبسطتي في التجربه يعني؟ اتبسطت طبعا، اتبسطت. انا بحب الكوميديا انا وانا بقى صغيره، كنت في مسرح الجامعه، كان في يعني استاذ مخرج راحل عظيم طلع كل الاجيال الموجوده حاليا على الساحه يعني، كان اسمه استاذ حسين محمود. كنت اقعد اعيط بالدموع واقول له هو انت ليه مش شايفني فيدات؟ على فكره ممكن ابقى فيدات عادي، اعمل دور فيدات. يقول لي يا عبيطه يا عبيطه، مش دايما اللي دمها خفيف تبقى حلوه، عادي يعني. يعني انت دمك خفيف؟ شفتي بقى بيقولوا عليك مجنونه وكاركترات وحاجات كده، مش ممكن يعني. انت جايه تتلزق فينا باي طريقه؟ مسرح. مسرح ودم خفيف اعمل ايه طيب؟ يعني انا غفره لها كل حاجه، لكن تيجي جنب ايقونه المسرح. انا بحب وبشتغل لا جرأة. اقعدي على جنب بقى وكده. طب ما تيجي تحضري عرض ونتكلم يا انتصار. مش لما نشوف لك عرض الاول؟ طب ما انت ما جيتيش. الله، انا بعمل عروض. انت بتعملي ليله واحده. لا لا لا، وان داي. لا ليه ليه؟ وان نايت. ليه السنه اللي فاتت كنت عامله ميوزيكال قعد شهور؟ ايه اخر عرض عملتيه؟ ليله. لا هي كانت ليله. اسمه ليله. العمر كله. هي ليله على العمر كله. مش معقول. ايه بصي، انت قاعده مع حسن فايق. انا مستفزه. انا بتحبيني بقى. انت بلاش، انت يا هدي بلاش 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 انت هدي. انا بسرسع قوي يا روحي معاكي، راجعه خاطري. لا لا بس عارفه ان انا جايه النهارده عشانك، صح؟ انا عارفه يا روحي، عارفه المعلومه دي. طيب هم لا لا طبعا هم حبايبي، بس انا مش جايه بغرض. لا انتوا فاهمين غلط. انا لسه مخطوبه وخطيبي كان منعني عن الاكس. يا ريت اكس ايه الكراش الاولى في حياته هدي كرم. هو عملها فولو على الانستجرام طول ما احنا قاعدين، يقول لي بصي هدي لابسه ايه. ده مش ممكن. وبالصدفه احنا لابسين الحمد لله الحمد لله. يعني هو بعتك سكه عشان يجي معاكي؟ ما تسيبوش لوحده هنا. لا جاي كده واخد سكه. اسمعي بدريه، اول ما دخلت جه معاها فراح نادي قال لي تعالي، فبسلم عليها بقى ضيف. قالت لي بصي انا جايه النهارده عشان خاطر خطيبي. هو خطيبي؟ ايوه. هو جاي عشان خاطر. ايوه جاي معاها عشان خاطر. ايوه مش هتصور معاكي انت. ايوه. وبالنسبه انت مش عايزه تصوري معايا؟ طب اول لسه مخطوبه وبنقعد نتكلم كلام رومانسي، المفروض يقعد يدلع فيا ويقول فيا حاجات حلوه. قلت له يقول لي حلو قوي البوتس لابسه هدي ده، ما تجيبي زيه. هو وصل لمرحله البوت؟ ما صور بقى، صور بقى هدي شغاله صور على الانستجرام. ماشي يا هدي. لا تصدقي روحها رياضيه قوي جدا. لا لا دي واعيه. ايوه وبعدين هي مش عايزه هدي تفهمها بطريقه كمان. تعالى شوف هدي. انا جايه نفسا. فين هدي؟ اهي دي اللي صورك بنفسك عاديه اهي. عشان انت كنت تتمناها على الانستجرام اهي. لا في جنبك اهي. صور معايا يلا. لا لا تحب برضو بعد البرنامج نعزم لك هدي على العشاء؟ انا مش قوي كده بقى كده بقى. تعرفتي بقى على خطيبك ازاي؟ انا مبسوطه. لا هقول لك اتعرفت عليه ازاي. مبسوطه لان هو ذوقه حلو، فانا قلت طب كويس بقى. الحمد لله. والله حلو. ما تعرفتي عليه بقى من المزيكا؟ اتعرفت عليه كنت مستضيفاهم، كنت مستضيفهم الفرقه بتاعتهم. عندي قعدة مزيكا. قعدة مزيكا بالظبط كده. بس قعد ساكت كتير قوي لغايه ما انا استضفته، وبعدين قام بقى بالواجب.
قال لي تعالي بقى هنا. تعالي بقى انتي ممثلة وممكن ابعتك برنامج نفسنا تجيبي لي هدي. تخيلي تخيلي اللفة. هو يتعب ويروح يجيب شبكة ويعمل بيجتهد جامد. قصة جامدة. بس قصة رومانسية. هو عامل كل ده عشان يشوف الوسط الفني كله مش بدأ بهدي. لا يا جماعة انتوا مش فاهمين حاجة. لا هو عنده عفة. هو مش بتاع سيلبرتيز. هو هدي. هدي في حاله خاصه. بقولك دخل افلامك كلها لوحده يا حسيني. ما هو طبعا بيحبني وانا بقولك الكلام ده. هي هدي بتعمل افلام. تصدقي تصدقي. طب يا جماعه نطلع فاصل قبل ما تدخل اكتر من كده من ليله الاخت انت صالح انت جايه تصوري ترابيه. انا عايزه اقول امه ضحكه جنان. ايوه طبعا دراير بقى. وبيقول لك مركب الدراير صارت. لو خدت اجازه من الاذاعه بيبقى عندي حلقات تلفزيون. ولو خدت تلفزيون بيبقى عندي حفلات. يعني خلاص قطعت الدنيا يا جماعه. عندك ايه حلقات تلفزيون؟ مش عارفه ما شفتهاش قبل كده ولا في البوتاجاز حتى. هو انت ما حدش قالك ان دي ضحكه رجاله؟ لو قالوا لي بس انا مش عارفه. لا ضحكتك حلوه قوي. لا مش رجاله. لا حسن فايق اللي هو ورجعنا مع ضيفتنا القمر امه ضحكه جنان. ايوه طبعا دراير بقى. وبيقول لك مركب الدراير صارت. يا نهار ابيض. ايوه مفيش الكلام ده. وبعدين على فكره الراجل له اربعه. بقول ياخدكم باكج وانا اطلع بره هنصوركم. لا لا ماشي بنقول استني شويه. ايه؟ استني شويه. ايه؟ اوكي انا اجي اوكي ماشي. شكراكم قوي يا جماعه. عندك مستقبل ما تقلقيش. قولي لي بقى في الاجازه كده لما بتحبي تفصلي عن كل حاجه بتعملي ايه او بتروحي فين؟ ما باخدش اجازات. يعني لو خدت اجازه من الاذاعه بيبقى عندي حلقات تلفزيون. ولو خدت تلفزيون بيبقى عندي حفلات. يعني خلاص قطعت الدنيا يا جماعه. عندك ايه حلقات تلفزيون؟ مش عارفه ما شفتهاش قبل كده ولا في البوتاجاز حتى. وانا بطلع صينيه البطاطس ما لمحتش جنبها. لا ده غير انها بتغني كمان في الفرقه. لا الفرقه دي ما فيها. احنا بنصرف عليها. مش بقول لك بتخش نجوم الايراد وتخش تغني. ايوه لو جت من غير فلوس ما يطلعوها. لا طب بس عندي سؤال بقى. بتتقابلوا امتى؟ يعني ما شاء الله عليكي بتعملي كل ده. بتتقابلوا بقى انت وخطيبة يا محمد وانتوا جايين نفس سنه مع بعض في حاجه واحده؟ ما هو حاجات شبه كده بقى. يعني اوصله هو رايح يعمل بروفا يجيني معايا انا رايح اعمل تصوير او حلقه نتقابل يعني تليفون. طب ولما تتجوزوا؟ لما تتجوزوا لا ما هنتقابل في البيت. هتخف من شغلها شويه لما يتجوزوا. ان شاء الله ان شاء الله. ادعي بس ادعي. ايوه اختاري حاجه واحده عشان تقدري تمشي حياتك. يا جماعه انتوا مش حاضر حاضر كتير. الله كتير. ايوه هو اكبر. ماشي حاضر حاضر خلاص انا بقى. وبعدين نسيب خطيبك بقى وقصته وعلاقته بهدي خلاص بقى. اسيب خطيبي كمان. ربنا ركز في الاذاعه. ربنا يستر عرض وليات. اوكي اوكي انا موافقه. اوكي بالنسبه لمامتك بقى الست اللي قعدت تسع شهور حامل فيك. ست الكل. ايه علاقتك بيه؟ عشان انا سامعه ان العلاقه بينك وبينها سبيشال شويه. وبعدين برضو قالت لك روحي البرنامج ده وبوسي لي بدريه عشان بدريه العش. صح. مش هكدبك. ادور على حد بقى. طب هو باباكي ما قالكيش حاجه؟ قال لي بموت في انتصار. كمان. طب اخوكي ما قالكيش حاجه؟ قال لي مرمية على القمر دي. ايه كمان يا ولاد؟ نفسكوا تسمعوا ايه كمان؟ امي امي ست الحبايب. علاقه طبعا خاصه جدا. امي مذيعه في صوت العرب. فهي لحد النهارده تصحى الصبح تسمعني تقعد تشتمني على غلطات يعني لغويه مثلا. اعدلي القصه. الاستاذه بقى ايه؟ طبعا هي طبعا هي مقدره ان انا مدرسه وهي مدرسه ثانيه خالص وفي احترام لده. بس في طول الوقت كده يعني. وبعدين خناقاتنا كوميديه يعني. امي تخيل معايا باللغه العربيه الفصحى. انا هكتي قوايا استنسفتي كل ما عندي انا لم اعد استطيع ان اعطيكي ما كنت. ولا مامي ستوب دوينج ذس في واتس رونج. واقعد بقى ايه التمانه بالانجليزي وهي باللغه العربيه الفصحى. ف يعني في تصادم حضاري. في تصادم طبعا رهيب. وانتوا بتتخانقوا وخطيبك قاعد يبص على صور وماما ميت عليها على حسن فايق. يعني بتقول ايه على حسن فايق؟ الضحكه ضحكه دي بصي الناس تحبها قوي تتريق عليها وتقعد تقولي هو انت ما حدش قالك ان دي ضحكه رجاله؟ لو قالوا لي بس انا مش عارفه اعرف. ضحكتك حلوه قوي. لا مش رجاله. لا حسن فايق اللي هو
كده خالص. والله ما عارفه اغيرها، حاولت بقى وعم كده وتستريت ايش الدبان عارف الحاجات دي وعارف. عايزينك تغني. اغني؟ اه بمناسبه عيد الام. بمناسبه عيد الام بغني النشيد الوطني لعيد الام. ايوه صح. حاضر ماشي. اغنيه جميله قوي يعني. طبعا طبعا في ناس بتشوفها شاشه نكدي بقى مالين. لا خالص لا والله لا بحبها. مش ضحكتينا نكدي بقى مش كده برضه ضحكنا. لا عشان امي بس وكل الامهات بقى الموجودات والامهات اللي مش موجودات ربنا يا رب طبعا بنبقى فاكرينهم طول الوقت فنغني لهم برضه. ماشي. مش عايزين هدوء بقى عشان ايه ما نسترحش. انت كبرتي. انا طبعا انا حلوه. يلا. ست الحبايب يا حبيبة ترارا يا أغلى من روحي ودمي ترارا يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. لا 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 كل سنة وانتوا طيبات بقى وانتوا امهات حلوات كده وتعمد. لا مش عايزين نعمل كده. احنا عايزين نقعد معاكي اكتر من كده ونقعد يعني نسترسل بس مش عايزين نشهرك اكتر من كده. كفايه عليك الراديو. انا نجمناكي. اه في الراديو انا نجمناكي. بس انا شكرا بجد اتشفتي كتير دلوقتي. شفتي قوي انا وبكده بننهي حلقتنا النهارده وبكده بتخلص حلقتنا برنامج نفسنا. ما كانش معانا ضيوف ما فيش حاجه وما كانش حد خالص النهارده. وكل سنه وكل ام يا رب فرحانه باولادها. وكل سنه وكل ام ادت وتعبت وكبرت وما زالت بتدي عطاء وعطاء وعطاء. كل سنه وهي طيبه وعيد واحد شويه عليكي. انت تستاهلي طول العمر عيد في عيد ومهما اديناكي قليل عليكي. كل سنه وانت طيبه. كل ام في كل مصر وفي كل وطن عربي وفي كل العرب والمسلمين والمسيحيين واللي في كل انحاء العالم. كل سنه وانت طيبه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج نفسها. حلقة عدت زي الفل والله. كنت خايفة جدا وبعدين لقيتهم والله حلوات وأمارات وزي الفل وكل سنة وهم كلهم طيبات. ما كانش في نفسنا كتير قوي يعني زي ما كنت متصورة بصراحة بس اتبسطت بعدتهم جدا. انتصار عسل. انتوا ليه بتخوفوني منها؟ انتصار زي السكر وزي الفل وما فيهاش مشاكل خالص وعادي يعني كل اللي قالته ردنا عليه كان سهل. هيدي جميلة. هيدي انا قلت انا جاية لهيدي وبس وطلع مبسوطة والله. بدرية جميلة وطلعت رقيقة خالص جدا. دنيا مفعوسة في النص بس ربنا معاها بقى.